أنا أقول أن نادي الهلال أكثر جذبا للشركات الكبرى والأعلى أرقاما في الاستثمار الرياضي، وبالتالي هذا دليل من الأدلة. الأمر الثاني، الأمر الثاني، حينما نقول أن الحضور الجماهيري هو الدليل، من ثاني الحضور الجماهيري في الدوري السعودي؟ الأهلي. النادي الأهلي. أيوه طيب إيش بالأهلي؟ إيش بالأهلي يعني؟ إيش بالأهلي؟ الأهلي عنده جماهير. ممكن تهدأ، ممكن تهدى يا عمي. خليك انا أهد انت اللي تهدى مش انا اللي خلاص. انا قاعد اتكلم بهدوء، انت اللي تهدى. انا بتكلم بهدوء. يعطيك خليك انا اتكلم بهدوء. ادخل جملتك. جمال لحظه لو سمحت يا ابو عبد العزيز تفضل. محمد نص دقيقة عشان اقفل البرنامج. لحظة يا جمال معلش. لا لا يبين للناس لا ما يبين للناس ما هذا ما راح نسوي بطولات قدام الشاشة على احد. لو سمحت تفضل يا ابو لحظة خلي الرجال يقول رأيه. تفضل محمد سريعا في 30 ثانية لو سمحت يا جمال تفضل. انا اقول اذا كان التسليم الان انه الهلال والاتحاد خلينا نفترض في خلاف على الاكثر شعبية، طيب في الحضور الجماهيري النادي الاهلي هل يمكن ندخل الاهلي على انه هو المنافس للهلال حتى ونأخر الهلال خطوه ويصير الثالث عطفا على الحضور داخل الملعب؟ اكيد لا، اكيد لا. وبالتالي الحضور داخل الملعب لا يقرر الاكثر شعبيه وجماهيريه.